صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وعضوي كل من السيد علي حسن أحمد سلمان البكالي الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة السيد يوسف فاروق المؤيد السيد أحمد سامي التاجر السيدة دلال عادل بوحجي المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي السيدة دلال أحمد الغيص وتكون مدة عضوية رئيس المجلس وأول أربعة أعضاء أربع سنوات وتكون مدة عضوية باقي الأعضاء ثلاث سنوات